يمكن الهلال بيعمل حاجه في كره القدم مش سهله. لما تيجي تقعد تتفرج على كره القدم في حاجه اسمها الاستقرار في الاداء الفني، ده مش سهل يحصل لعده مباريات كتيره. دايما بتيجي في الفرق الكبيره بالذات لما تيجي تتفرج على الهلال في شراسه، هي موجوده نفس الشراسه ونفس الجوع. ففي كده في كلمه في الكوره اسمها لعيبه جعانه، ممكن تقعد ماتش 2 3 4 تكسب فالدنيا تهدى شويه، الدنيا الاداء يقل شويه، الشراسه تقل شويه، جوع اللعيبه نفسه يقل شويه. لا، لكن انا بلاحظ جدا في الهلال، انا من وجهه نظري هي فرقه شبه مكتمله بنسبه 95%، ان هي فرقه مكتمله في كل شيء، في اداء فني، في الاستحواذ، في الضغط العكسي، في التحولات الدفاعيه، التحولات الهجوميه. في كره القدم ده مش سهل ان انت تمشي ببيز دايما مستمر. لما تيجي تتكلم على الهلال اخر 3 ماتشات يا ابو جود جايب 12 جون، 12 جون ومش داخل فيه حاجه، فده رقم تهديفيا كبير جدا. وفي نفس الوقت دايما فرق كبيره بتقول لك ايه، لا ممكن اجيب 4 تجوان او 3 تجوان واخش فيها واحد مش هتفرق كتير، اجيب 5 واخش فيها 2 مش هتفرق كتير. لكن هو بيدور كمان على الكلين شيت، ودي مميزات الفرقه الكبيره. ما تعال نروح الناحيه الثانيه، بوجود على الفيحاء اخر 3 مباريات داخل فيه 11 جون، رقم كبير جدا جدا جدا، وجايب جون واحد. فانت بتتكلم فريق قوه هجوميه جباره ومحافظ على الكلين شيت بتاعه، والناحيه الثانيه يعني سهوله دفاعيه تخترق من فرق، يعني فرق بيلعبها فرق طبيعيه جدا، وجايب جون واحد. ولكن الحاجه الوحيده اللي ممكن يتنفس بيها بكره الفيحاء من وجهه نظر الشخصيه التحولات الهجوميه، لانه عنده سكاله لعيب سريع، عنده نيكورو لعيب سريع، اللعيبه السريعه دي ممكن تعمل مشاكل للهلال في حته التحولات. ولكن الهلال برضه حل حته التحولات الدفاعيه وبقى بيعملها كويس جدا في الضغط العكسي. فأنا شايف إن لو أي مشكلة تحصل للهلال في الدوري السعودي هتبقى بسبب الهلال مش بسبب الفرق التانية.